تمرين تحليل مستويات حلوم للمستوى المعرفي. وهو في هذا التمرين مفروض أن يقوم الآن الزملاء بعملية تحليل درس دراسي من ضمن مقررات دراسية، وتحليل هذا الدرس إلى مستويات بلوم، مستوى المعرفة، مستوى التذكر، مستوى الفهم، مستوى التطبيق، مستوى التحليل، مستوى التركيب، مستوى التقويم. كل مستوى ما هي الآن مخرجات هذا المستوى، ما هي مدخلات هذا المستوى، ما هي معالجات. تلاحظوا الزملاء الآن في ورشة عمل، كل مجموعة الآن في نقاشات. الآن المجموعات كلها، كل مجموعة لديها مقرر دراسي، تقوم بعملية الآن تفصيل هذا المقرر الدراسي، تحليل هذا المقرر الدراسي إلى محتويات. وما شاء الله المجموعات كلها متفاعلة، المجموعات كلهم جالسين الآن في عملية تعلم. وما شاء الله تبارك الله تفاعل كبير جدا من كل المجموعات، مناقشات كبيرة من بين الأفراد. عشان نشوف الحاجات دي نشوف